طول مش هذا طبعا صار ما يدين مرة خبلش ما فيني حيل يلا ما تبي تسخين حتى ليش فيك صايم لا لا تكفى تكفى انا 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 فاطر وقاعد ادردع ما يطول اليوم صح بس انت الوحيد اللي بكوكب الارض صايم والله كل واحد يعرف نفسه كل يعرف نفسه طالع سانك هل تعلم ان لما تطلع لسانك كله ابيض انت صايم الله شنو انا ابيض صعبين كثفه ايش صار لك خراب يطول شنو حلقه هالاسبوع خليه يقول بتحكي مال تحكي لا انا صايم انا اه صايم ما اقدر شنو حلقه اليوم لساني ابيض صدق ابيض ما طلع بالكاميرا الحين مساكين الناس شنو ذنبهم الحين ايش حق تفطر الناس افطروا شوفتي صح من لسانك اليوم الحلقه راح تكون عن يعني هي حلقه هل تعلم كان بيشو مسوي مثل قسم بالموقع اول وللحين شغال بس مو بالموقع اللي هو كان هل تعلم فيحط معلومات مختلفه عن الفيديو جيم مرات تكون معلومات مضحكه مرات تكون شغلات غريبه كان كل اسبوع يحط يجمع له شيء ثلاث معلومات ويحطهم اي عرفت شلون؟ ما تغلب اللي تحكي انت انت جاي بالدوام على طول شيء المهم الحلقه راح تكون هل تعلم؟ بس مع المستمعين هالمره بس مع المستمعين والمستمعين ما شاء الله حطوا كومنتات حلوه اذكر محمد بالاول ليش نسوي بوستات ليش ما نسوي حلقه؟ سوينا حلقه اخيرا ها؟ ايه والله شكرا راح تونس وش تعليقات؟ ان شاء الله اي قريت بعد السريع في خوش خوش كان في شغلات تعرفها في شغلات كنت ما ادري عنها تفاصيل كذي ما ادري اذا صح راح نشوف نتناقش فيها اذا يكون صح ولا لا ما ادري ايش بنزيد يعني بس ان شاء الله كان عندنا معلومات قليله في شغلات راح اكون جايبها من شغلات مسوي لها بوست من قبل وفي شغلات لا جديده مذهب يعني تبي شو بعض المعلومات يعني اي مذهب انا انت ليش مو مذهبين؟ انا جاي انا صايم جاي على مخي ايه حمد صايم زين انا لساني ابيض وانت انا مذهب انت مذهب كالعادة ايه حلو يعني اليوم نفطر معلومات نفطر معلومات الاسبوع اللي طاف وصلت البيت اذن وانا بالطريق هالمره ودي اذن وانا بالطريق لا لا هالمره يعني ان شاء الله يمدينا اخر مره كنا نسجل فيديوهات حالتنا حاله تاخرنا بهالموضوع هذا قلت له خلنا نسجل فيديو عندي فيديو لعبه ثانيه عبيطه شيء ودي نسجل خلنا نزل اللي عندي انا قبل الفطور حق الفطور تعبان تعبان اكيد تعبان صايم انا والله يقول لي تعبان اللهم اني صايم ترى والله والله ترى والله هذا صايم والله 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 يا جماعه انا بيش مو صايمين بس والله هذا صايم والله حلف ايه ليش تدخلني انا بالسالفه؟ حلف لا انا قاعد احلف انه هذا والله صايم ايه ليش تقول انا عبد الله انسى لا لا انا وياك ما لنا شغل شوف انا وياك احنا ما لنا شغل هذا والله انه صايم هذا كونفيرم على كيف هذا كونفيرم انه هذا صايم يغلفك انك انت كلب رمضان شنو؟ يقول عنك انت كلب رمضان شوف انا قلت انه شنو هو؟ شرد عليك يعني اللهم اني صايم سحب لسان ابيض؟ انت نفسك انت طلعت لسانك يا طول الله يهداك انا اسف يا المشاهدين انا اسف يا تدري ما كان ودكم تشوفون لسان قول 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 اسف عمامي شو جمع لسان؟ السنه السنه؟ السنه الطيبه هذه قول قول اسف عمامي لسانات؟ ها يقول حق السندوتشات الصمول لسانات ها بيشو قام يوع يا جماعه السنه 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 لسان لسانان لسانان السنة لسانات لسانات وجهك ألسون يلا خلصونا يلا كل هذا قاعد نتناقش نجمع اللسان يلا هل تعلم ان جمع لسان مو ألسنة مو ألسنة مو لسانات ايش قاعد تقول هذا ايش قاعد تقول
توهق هنا هي شنو صدق؟ لا هذه شغلة. وين ذكرت واحدة؟ وين ذا تروث؟ هو قالها غلط. إي أكيد بس ذكرت واحدة حلوة اللي هو تسولف في اللغة العربية هذه ما أحبها. ترى يعني مضارع الماضي منه شنو؟ رأى. الأمر ما له شنو؟ إر. صح. صدق؟ إي إر. إر يا حمد. إر. رنت. إر. 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 واحدة منهم. نازي. تبغى تتكلم باللغه العربيه ما خلص لا ما نقدر عاد انا وبيش وخبره باللغه العربيه اي عاد اذا بتسجل اللغه العربيه لازم عليكم موجود صح لان هو ماخذ اي بالعربي نعم اي بالعربي ابو علوي الثاني بيكم مترجم سب تايتل سبحان الله يلا يا ابو يلا ار ار يا حمد يلا يلا